حروب الردة من أكتر الوقائع التاريخية المشهورة في تاريخ المسلمين، الجدل عليها لسه مستمر لحد النهاردة. فهل فعلا ارتدت جميع القبائل في الجزيرة العربية بعد وفاة الرسول فيما عدا مكة والمدينة والطائف؟ ثم هل جميع قبائل شبه الجزيرة العربية دخلت الإسلام في العهد النبوي أصلا؟ وهل الفرس كانوا وراء تمرد القبائل دي بعد وفاة الرسول؟ وهل استطاع مسيلمة الكذاب الانتصار على المسلمين في أكتر من معركة فعلا؟ وإزاي نجح أبو بكر في بسط نفوذه على الجزيرة العربية؟ وإزاي الحروب دي تحديدا كانت باب فتوحات الإمبراطورية الإسلامية؟ ده اللي هنحاول نجاوب عليه في دقائق. كتب التاريخ بتحكي عن وجود طيار من الموحدين في مكة وشبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. من بعد وفاة عبد المطلب تحديدا ظهرت أكتر من دعوة للتوحيد السياسي والتوحيد الديني في مكة وفي الجزيرة العربية. ما كانش فيه مكان في الجزيرة العربية تقريبا ما فيش فيه واحد ولا اتنين من أصحاب الدعوات التوحيدية اللي بيدعوا لعبادة إله واحد ونبذ عبادة الأصنام. مكة كان فيها أكتر من واحد من الموحدين دول قبل الإسلام، واللي اتشهروا في التاريخ باسم الأحناف، زي زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرس. ويثرب كان فيها أبو عامر الراهب، والطائف كان فيها أمية بن أبي الصلت، وجازان بين مكة واليمن كان فيها خالد بن سنان العبسي، وفي العراق قص بن ساعدة الأيادي. وعندنا روايات عجيبة منسوبة للنبي عن خالد بن سنان العبسي بتقول إن النبي قال لبنته ذاك نبي ضيعه قومه. وفي رواية تانية بيتكلم فيها النبي عن قص بن ساعدة الأيادي وبيقول عنه يحشر أمة وحده. وفي رواية تالتة بيتكلم فيها النبي عن أمية بن أبي الصلت اللي عاصر النبي ومدخلش الإسلام، وبيقول النبي في الرواية آمن شعره وكفر قلبه. وفي رواية تانية في البخاري عن النبي بتقول كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. ده طبعا غير الروايات المنسوبة للنبي عن زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو عم عمر بن الخطاب، اللي النبي بيقول فيها غفر الله له ورحمه فإنه مات على دين إبراهيم. وفيما عدا الروايات الخاصة بنبوة خالد بن سنان اللي عليها جدل كبير بطبيعة الحال، فثابت ثناء النبي على الطيار التوحيدي ده من الأحناف بما فيهم أمية بن أبي الصلت. لم يثبت أن خالد بن سنان نبي ضيعه قومه، ولكن خالد بن أمية بن الصلت وأمثال ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل هؤلاء كانوا من الصالحين. يعني ايه بقى علاقة الكلام ده بموضوع حروب الردة؟ علاقته ان الجيل ده من الموحدين هيولد الطيار اللي هنعرفه بعد كده باسم ادعياء النبوة، زي طلحة بن خويلد الاسدي في نجد، ومسلمة بن حبيب الشهير بمسيلمة الكذاب في اليمامة، وسجاح في تميم، وعبهلة الشهير بالأسود العنسي في اليمن. وإذا كان الجيل الأول من الموحدين والأحناف في الجزيرة العربية ما كانش عند أغلبهم طموح سياسي، أو كان عند بعضهم رغبة في الطموح السياسي والديني ولكن بلا ادعاء أي نوع من النبوة أو السعي للسلطة، فالجيل الثاني من الموحدين اللي شافوا النبي قدر يحقق التوحيد السياسي والتوحيد الديني في الجزيرة العربية طمحوا هم كمان في تحقيق نفس السيناريو بالدعاء النبوة والسعي للسلطة من واقع وجودهم في أقاليم منافسة سياسيا واقتصاديا لإقليم الحجاز وقريش تحديدا. وعشان كده مهم جدا نفهم إرهاصات ما يسمى بحروب الردة في زمن النبي نفسه. عشان نفهم حقيقة ما يسمى بحروب الردة خلونا مبدئيا كده ناخد لمحة سريعة على تطور نفوذ الإسلام في الجزيرة العربية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، عشان نعرف إلى أي مدى سيطر المسلمون على الجزيرة العربية في حياة الرسول. لأن الشائع أن كل القبائل في الجزيرة العربية اعتنقت الإسلام في ظرف سنتين بعد فتح مكة، وتحديدا فيما يسمى بعام الوفود سنة 9 هجرية. وعندنا بالفعل قوائم بأسماء مجموعة من القبائل اللي أرسلت وفودها للمدينة، لكن القوائم دي كانت محصورة في الحجاز وضواحيها في شمال شرق المدينة تحديدا. وكمان مفيش في القوائم دي توضيح لطبيعة التزام القبائل دي تجاه المدينة، هل كان الالتزام بتاعها التزام ديني ولا كان التزام سياسي فقط؟ أغلب المؤرخين بيعتبروا التزام الوفود دي نوع من الإسلام، ومع ذلك عندنا روايات تاريخية برضو عن رفض القبائل دي للإسلام في عهد النبي نفسه، واشتراطها على النبي مشاركته في السلطة وفي النبوة ووراثة الخلافة من بعده عشان يدخلوا في الإسلام، زي اليمامة قبيلة مسيلمة الكذاب. وعندنا كمان قبائل تمردت في عهد النبي في اليمن بزعامة الأسود العنسي. وعندنا قبائل منافسة لإقليم الحجاز سياسيا واقتصاديا زي إقليم نجد وقبيلة تميم، والقبائل اللي على الحدود الشمالية الموالية للفرس. حتى بعض القبائل المحيطة بإقليم الحجاز حوالين مكة والمدينة والطائف القرآن تعامل مع إسلامهم بحذر،
وفقا لآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ليه؟ لأن كتير من القبائل في وسط الجزيرة العربية دخلت الإسلام بعد فتح مكة لأسباب سياسية، وعشان كده نقدر نلخص سيطرة النبي على الجزيرة العربية على عدة مراحل. المرحلة الأولى كانت السيطرة على إقليم الحجاز نفسه اللي كان مكون من مكة والمدينة والطائف، والسيطرة دي تمت بأكتر من شكل عبر معاهدات وتحالفات سلمية مع المدينة المنورة يثرب، وعبر أربع أشكال مختلفة لإخضاع مكة من خلال الهجرة إلى المدينة والإغارة على ما تملكه مكة من قوافل تجارية، ثم الدخول مع مكة وقريش في حروب مباشرة في بدر وأحد والخندق، ثم المهادنة وإقامة اتفاقية سلام لمدة 10 سنين في صلح الحديبية، ثم تحالفات ومناورات دبلوماسية وتكتيكية انتهت بفتح مكة سلميا. وبعد السيطرة على مكة والمدينة دخل النبي في حرب أخيرة مع الطائف اللي كانت على طريق التجارة بين مكة واليمن، وكانت طول الوقت بتشكل نوع من المنافسة والتهديد لمكة، وبالسيطرة على الطائف بقى إقليم الحجاز كله تحت سيطرة النبي. المرحلة الثانية مسارعة العديد من القبائل المحيطة بالحجاز للدخول في الإسلام بعد فتح مكة وسيطرة المسلمين على الحجاز من أجل توفير الأمان والحماية للقبائل دي في صراعاتها مع بعضها، بحكم انقسام كل قبيلة منهم وتفتتها لبطون مختلفة ومتصارعة وفي أمس الحاجة لقيادة مركزية تحكمها، زي قبيلة خثعم وهوازن وسليم وزي غطفان وأسد وطيب. المرحلة الثالثة التفاوض والمراسلات مع القبائل الكبرى في اليمامة وتميم والمناطق الساحلية في البحرين وعمان واليمن. اليمامة مثلا قبيلة مسيلمة الكذاب كانت تحت سيطرة ملك موالي للفرس اسمه هوزة ابن علي، وده واحد اشترط على النبي اشراكه في الحكم وجعله خليفة من بعده، ولما مات سنة 8 هجرية ادعى مسيلمة النبوة واشترط على النبي نفس الشروط بالإضافة لإشراكه معاه في النبوة، والنبي رفض. واليمامة دي بالمناسبة كانت من أكبر الأقاليم المنافسة لقريش لأنها كانت غنية بزراعة القمح والعنب، وكمان متميزة في صناعة السيوف والرماح والملابس، وبتصدر الخيول والقمح لكل الجزيرة العربية، وعشان كده كتير من الناس مالوا لاتباع مسيلمة تحت شعار كذاب ربيعة اللي هو مسيلمة أحب إلينا من صادق مضر اللي هو النبي، لاعتبارات اقتصادية بحتة، لأن مكة كانت وادي غير ذي زرع قائم على التجارة فقط. ورغم كل ده لم يقرر النبي حرب اليمامة. عندنا كمان قبيلة تميم اللي هيطلع منها سجاح اللي هتدعي النبوة بعد وفاة النبي. قبيلة تميم دي بقى كانت منقسمة إلى بطون مختلفة، وكانت تحت نفوذ الإمبراطورية الفارسية بين اليمامة والحيرة، وطلع من جزء منهم وفد للمدينة لمقابلة النبي سنة 9 هجرية، لكن ما عندناش أي معلومات في كتب التاريخ عن دخولهم في الإسلام. المناطق الساحلية بقى في البحرين وعمان واليمن كانت تحت النفوذ الفارسي بطريقة غير مباشرة، عن طريق حكام محليين بالنيابة عن ملك الفرس في البحرين واليمن، وعن طريق الأبناء الفرس في اليمن اللي كانوا من آباء فارسيين وأمهات عربيات، ودول أسلم واحد منهم في زمن النبي بعد وفاة كسرى، والنبي خلاه على حكم اليمن زي ما عمل مع القبائل اللي أسلمت في البحرين وعمان. ومع ذلك كان في قبائل في المناطق دي ما دخلتش الإسلام، بل ومنهم شخصيات تمردت وعملت انقلاب في اليمن وادعت النبوة زي الأسود العنسي. المرحلة الرابعة والأخيرة من مراحل سيطرة النبي على الجزيرة العربية كانت فصل القبائل اللي في شمال غرب الجزيرة العربية عن النفوذ البيزنطي بعد الأنباء الخاصة بنية هرقل لغزو المدينة والقضاء على النبي، وعشان كده النبي اعتمد الحل العسكري لمواجهة منطقة النفوذ البيزنطي على الطريق المؤدي للشام عبر مجموعة من المعارك زي معركة مؤتة سنة 8 هجرية ومعركة تبوك سنة 9 هجرية. حتى والنبي وهو على فراش الموت كان حريص جدا على إرسال جيش أخير بقيادة أسامة بن زيد على حدود الشام للتأكيد على فصل المنطقة دي عن النفوذ البيزنطي، وإرسال رسالة غير مباشرة للقبائل اللي في المنطقة إن المسلمين مسيطرين. الإمبراطورية الفارسية بقى كانت بتتابع من بعيد الكلام ده كله، وشايفة نمو وتطور الدعوة الإسلامية ومد نفوذها في شبه الجزيرة العربية، وما فيش شك ان الفرس بدأوا يحسوا بالقلق لما النبي قدر يمد نفوذه بمنتهى البساطة والهدوء وبدون حرب كمان في اهم مناطق النفوذ الفارسي في شبه الجزيرة العربية في البحرين وفي عمان وفي اليمن. صحيح ما كانتش سيطرة على المناطق دي سيطرة كاملة، لكنها سيطرة تقلق.
كسرى كان متعود على انصياع العرب لأوامر الفرس، سواء بشكل مباشر في مملكة الحيرة أو بشكل غير مباشر في اليمن والبحرين وعمان. وعشان كده هاج وماج لما وصلوا خبر دعوة الرسول في شبه الجزيرة العربية، وأمر بازان عامله في اليمن بإرسال قوة عسكرية تقبض على النبي وتخلص عليه. وده طبعا ما حصلش لأن كسرى مات، ودخل الفرس من بعده في موجة من الفوضى والصراع على السلطة. ودي كانت فرصة لطيفة جدا لمد نفوذ المسلمين في الجزيرة العربية داخل الأماكن اللي كانت موالية للفرس نفسهم، وعلى رأسها اليمن اللي أسلم حاكمها بازان شخصيا. لكن هل دعم الفرس القبائل المتمردة على سلطة وخلافة أبو بكر بعد وفاة النبي فعلا؟ الدعم الفارسي للقبائل دي وارد جدا من منطلق أنه خسارة الفرس نفوذهم في منطقة الجزيرة العربية على إيد المسلمين يعتبر نوع من التهديد ليهم، ووارد برضو أن الفرس يحرضوا القبائل الموالية ليهم على دولة المسلمين الناشئة. لكن في فجوات كبيرة في مسألة الدعم والتحريض ده، وفي دلالات أكتر على عدم وجوده من الأساس، أو على الأقل محدوديته في ظل خروج الفرس منهكين من حربهم مع الروم، وفي ظل انشغال الفرس أصلا بمشاكلهم الداخلية بعد وفاة كسرى، وفي ظل أن القبائل المتمردة على أبو بكر ما كانتش موحدة أو متحدة أو بيجمعها أي روابط في التمرد بتاعها ده أصلا، فيما عدا مسيلمة وسجاح اللي كانوا أصلا داخلين في خناقة مع بعض قبل التحالف اللي تم بينهم. في البحرين مثلا التمرد كان محدود جدا ومحصور في بعض أفراد قبيلة واحدة، هي قبيلة بكر بن وائل زي ما هنشوف بعدين. القبيلة دي كانت هي اللي عاوزة تستغل ظرف وفاة الرسول، وقررت من نفسها تطلب الدعم الفارسي لإعادة المنذر بن النعمان العامل القديم للفرس على البحرين. ومفيش أي إشارة في كتب التاريخ عن طبيعة الدعم ده وجه منين وراح فين. وفي عمان مفيش أي دليل من أي نوع على دعم الفرس للقيط بن مالك الأجدي اللي ادعى النبوة وقام بحركة تمرد محدودة جدا وتكاد لا تذكر أساسا. أما اليمن فالثابت إن حكامها كانوا من طبقة أبناء الفرس أصلا اللي كانوا من آباء فارسيين وأمهات عربيات، والحاكم اللي كان بيحكم اليمن من الطبقة دي أسلم في زمن النبي بعد وفاة كسرى وكان اسمه بازان، والنبي أبقى على حكم اليمن، ولما مات بازان أقر ابنه شهر بن بازان مكانه في الحكم لحد ما ظهر عبهلة الشهير بالأسود العنسي اللي عمل انقلاب عسكري وادعى النبوة في آخر أيام النبي وقتل شهر بن بازان. والعنسي ده بالمناسبة الحركة بتاعته كانت ضد المسلمين والفرس مع بعض، وتم قتله في عهد النبي عبر انقلاب من زوجته وابن عمها. الاثنين اللي ممكن جدا يكونوا حصلوا على دعم فارسي في تمردهم وادعائهم للنبوة هما مسيلمة وسجاح، رغم ان الكلام عن الدعم الفارسي ليهم يكاد يكون مش منطقي، لان سجاح كانت متجهة اساسا لمحاربة مسيلمة، فمنين الفرس هيدعموا مسيلمة من جنب وهيدعموا سجاح من الجنب التاني عشان يعجنوا في بعض وبعد ما يخلصوا عجن يروحوا يحاربوا المسلمين؟ كلام مش منطقي. لكن الدكتور محمد حسين هيكل في كتابه الصديق أبو بكر بيقول إن المؤرخين يرون أن سجاحا لم تنحدر من شمال العراق إلى شبه الجزيرة العربية يتبعها رهطها والقبائل المحيطة بها لكهانتها ومطامعها الذاتية، لكنها دفعت بتحريض الفرس وعمالهم في العراق كي يزيدوا الثورة في بلاد العرب دراما ليستعيدوا ما كان لهم في كثير من أرجائها من سلطان. العراق كانت تحت النفوذ الفارسي بالفعل، وارد انهم يكونوا دعموا سجاح تحديدا ب 40,000 مقاتل كما يعني يقول بعض المؤرخين، رغم انه دعم من نوع عجيب ومبالغ فيه برضو الحقيقه. لكن ازاي بقى قدر ابو بكر يواجه كل القبائل دي وينتصر عليها والجيش بتاعه اصلا النبي بعته في معركه على حدود الشام في شمال شرق المدينه؟ ثم هل كانت هناك قبائل مرتده فعلا عن الاسلام ولا تعبير الرده ده تعبير مش دقيق؟ ده اللي هنحاول نجاوب عليه في الحلقة الجاية بإذن الله. يهمنا هنا تشاركونا آراءكم في التعليقات، ولو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير. أنا عبد السميع جميل وأشوفكم بخير.